عندها مثل ما زول دمس الخير مراف لون مرحبا يسوان غار التعاذ نوغميس سيف مزيغ فنت مديفك هاد المسلاي ذي تزوران وغميسة قيغة في دعايان الفوتن سلويثن 7 سبتمبر ذي 18 وسان قيغة إعدان وإذا كدي بدن غار الفوت أرزان غار وطاس نتميوين نتمورث هاني ذا سفهمن إمزداغ أهين ننسن وكثن أمخيرا دربحن لصواثنس غاوين دي بدن سوق خفر نحمس عبد العالي حسني الشريف نتايه قاد سين نين جمعة يون ذي سطيف ويضي الولايان برج بوعراريج ويانا يملال ذي مزدع ذي الولايان توفيرت تفاصيل لكو تسعد ثيف صاحب نسيده أظفرت استراتيجية 68 وحريش نتمسان ثمذينين ثم قرانين وسفديد وسنرنيون وحريش نص عن عريدون سلقوان النجديدين دين سيدي فرح ومرشح عبد العالي حسني الشريف سي الولايان نصطيف. نحن في ولاية سطيف، ولاية عندها أبعاد اقتصادية وعندها أبعاد فلاحية وعندها أبعاد سياحية، ولاية سوق كبرى لكل المنتجات، ولذلك من اهتماماتنا ومن إصلاحاتنا أن نجعل بعض الولايات وبعض المدن مدن اقتصادية بقوانين خاصة، والعالم المتقدم وبعض الدول التي أخذت على عاتقها تطوير التجارة تطوير التبادل الحر وتطوير الاستثمار ومنح فرصة للصناعيين ومنح فرصة لكل الذين يريدون المبادرة إلى خدمة وطنهم من تشكيل ولايات أقطاب ولايات اقتصادية لها شروط خاصة في الاستثمار ولها شروط خاصة في التجارة. وسي ثمان برج بوريريج مرشح نمون حامسي صحر الصفت مغليسي وسنرنيان دسان ذي الفنيان الساسي فزني وحريش نص. هذه التوجهات وهذه الفرصة اللي رانا دارينها هي من أجل تكريس إصلاح اقتصادي عميق من خلاله نشجع المستثمرين ونشجع الصناعيين على توسيع النسيج الصناعي وجعل هذا النسيج خادم للوطن وجعل هذا النسيج نسيج يساهم في النمو ويساهم في الدخل الخام ويساهم في مؤسسات تعود منتجة للثروة موفرة لمناصب الشغل. وعندنا هذه الولاية راهي معروفة ولاية قطب صناعي إلكتروني. احنا في توجهاتنا الكبرى أننا نعتمد في توزيعنا وفي إصلاحنا الإداري وإصلاحنا الإقليمي اللي حابين نتوجه به للبلاد أننا نحيي بعض المدن نجعلها مدن اقتصادية وأقطاب اقتصادية. وسي الولاية بويران وكذا حسن الشريف غافوسنا نذو سقاط ذي الذمسة فرصة أمامنا لا نضيعها يوم 7 سبتمبر نروح ننتخبوا من أجل أن نعطي البلد نفس جديد نعطي تجديد نعطي تغيير نعطي إصلاح ونجعل هذه الفرصة فرصة نجسدوا فيها كل هذه المعاني معاني الإصلاح السياسي معاني الإصلاح الاقتصادي معاني الإصلاح التنموي معاني الإصلاح الاجتماعي. إيه مرشح نموسون حمسي فرحد ذا كنث زديق ذا الساس اندعاء يعني يخدم وقفدن غفونا ذيان فراثي وقرون ذي الدقس قحريشن ويني ديفيدن سوق تيرنيني على ان ملايين افف يوسف اوشيش نتايه قد نين جموعة يوني ظلي ذي تيزي وزو وايضا ساقي ذي الولايان بو مرداس ذي نغفر عد مسلاي نسرين علوان يسولو مرح نتسلوي في نوخذر الافف يوسف اوشيش سي تيزي وزو يمزداغ كنف تيكين ذي ثفراني نجاني ذي الدون وفي كل تانو عدل ناري منسن واضفوطين غفوهي للناس ايديه قان زمرم ادفغن اكن مثل لا مرقز تمطوث اقشيش تقشيش باش اتفك مفوذ اي الصوت وفدل باش اتفك مفوذ اي ويذي فغان ادفنون تي قدودة تي السنات اكن اتفغان اي مغرسين اكت مغرسين اي كسوان سي ثمن انسان ثمور ثاكين عزيزان افولاوان اذلاوان انشم رفغان النار باش نفنوها في الدل انتنا فيه ما زلنا على العهد باقون ما زلنا متمسكين بالمبادئ الاساسيه والمؤسسه اللي تبنى عليها الحزب واللي تبنى عليها كل النضالات من اجل تكريس الدوله الديمقراطيه والاجتماعيه في الجزائر. اليوم جزائر واحدة موحدة جزائر واحدة موحدة جزائر
واحدة موحدة. أسنى رنين غذو نغمو ذي اللي حريشن غف لحساب النوفادة اللي دي تيلين ذقو مضى لتمراغ دي الزين ذين فوق في دي مسلا يسحر صمر الشحني غالنين ملايين يوسف وشيش سيل ولايين بومرداس. آخذين بعين الاعتبار السياق الإقليمي والدولي الذي نعيشه اليوم كدولة وطنية والتحديات التي يجب أن نرفعها نحن كجزائريات وجزائريين بصفة جماعية لضمان ديمومة الدولة الوطنية وللدفاع عن مقوماتها كل مقوماتها دون إقصاء أي مقوم من هذه المقومات التي تصنع الشخصية الجزائرية والتي تصنع تاريخنا الذي يضرب في أعماق العصور. مشروعنا الرئاسي رؤية، مشروع يطمح لبناء جزائر مغايرة مما هي عليه. أمر شح لفافاسي وكذد بلي غادي يطفي ذي العهد ما إلا يولد هذا السلواي كنا ذي رسيغ لا ذا الياري دزايريين ويناد بلي غاهي للناس ذوين ردي لنتيريري في بسير منية وكي دزايريين. ميلا ذي مضبر الدعاية الفوطني مرشح أمونان عبد المجيد تبون إبراهيم مراد هقاد إن جمعة ذي باتنا بسكرة لكوذ الولاية النت بسا أدنوالي ثوريق لكوذ عبد الله سبع ركوت. سي 8 الأورس باتنا دي لان تساعد نجمع مقرن يرم جايين ذي فرملين لقديم زدارن الولاية ذي دي سفجان إبراهيم مراد فصيلة هيل نمر الشاح أمنان عبد المجيد تبون لأنه يؤمن بأن هذه الولاية المجاهدة لضحاك في جميع الأوقات أخذ على عاتقه أن يخرجها من عزلتها. والمشروع الأساسي اللي حقه هو هذه السكة الحديدية ما بين خنشلة وعين البيضاء والذي أنجز في ظرف وجيز جدا، لأنه يريد أن كل الجزائريين تكون لهم نفس الفرص، تكافؤ الفرص، ويحس روحهم بأنهم ينتميوا إلى منطقة واحدة. إذن علينا جميعا أن نسعى حتى نمكنه من مواصلة مشواره الذي كله لصالح الجزائر ولصالح الجزائريين. وسيب سكرات قون جمع يخدم مراد يوكذد كن ثيفراني نتسلويث تساقنيت يوكمل لفني ذو نقمون نتمورت. كلكم قناعة أن هذا الرجل يستحق الدعم، يستحق أن نكون معه ليواصل مسيرته لجعل الجزائر الجديدة شعار حملته الانتخابية في 2019 يجعلها دائما تنتصر. اليوم كان رقمنا وكاين ما يسمى بالمسح الشامل لكل المناطق لكل الأراضي كل هذه الثروة، وكان إنجاز حظائر صناعية ومناطق صناعية ومناطق الأنشطة وبمساهمة من الولايات والبلديات مناطق مصغرة للأنشطة. إذن كل هذا لتمكين كل من يريد أن ينجز في قطاع آخر في مجال آخر أن يمكن شبابنا من العمل وأن ينتج ما كنا نستورده من قبل. وسي الولاية نتبسى مرادس فهمد إسنتا لني منزان وهيلني مرشاح منان عبد المجيد تبون المندن الزيار أي ربح مستوى الولاية على المستوى المحلي. الفوت أذي فذو أزكا سين ذي سبتمبر صور إغريفن نتمورث ناغي تذيرن ذي الفراني والبروثن الفوت أذي الدين تألما ذسن السبعة ذي سبتمبر هاد نوالي ثوريق بالدماء غفي إغريفن نلزاير يتذيرن ذي ثمان موريال ذي الكندا يوكذنا بلا مطرف رحموني. إخيرا كان السوايا في دي قيما إيوكن ثم قدمت الجزائر ذاكي دي موريال التبذوغة تماقر إغريبا إيوكن أذخثيرا أسلوي أجديد 12551 12551 نوي ذري فوطين هذا التفرق غفر ربعا من البيروث مرة تويلة التهجان إيوكن إغريبا يتذيرن ذاكي أذفوطين ذي ليسر.
يورافق نتفرانين إلى دي تدون أرناند ثلاثة البيروات جديدا دي مدينين كيبك دي تورونتو يقض لافال. تحضيرا لهذا الموعد الانتخابي الهام قامت القنصلية العامة على إثر استدعاء وكنا أني لين دي تيعاذي ثفرانين إلى دي تدون ثم قدمت تعيود ثموغلين دي الجريدة عن وذراي فوطين لقضي شاقين إلا دكني لق إميان جرد ذاغن 500 نظن الوذراي فوطين ثورة الحساب يبض غار 12519 إجردن يمن سنة ذاقية ذي ثم قدمت ناخب مسجل على مستوى القنصلية العامة تلق نرزا غريون المحل قغريب نيزيريين ذاقي ذي موريال إيوكن أنظر أين يتراجون إغريب سكس الواي أجديث روح نتخب سيسير روح نتخب سنسيسير شوزير لبون بيرسون لبون بيرسون بلتو مشي مهمة مهمة جدا أنا شخصيا غادي نروح نفوتي وجماعة كاع سبحان الله راهم شغل بزاف نعرفهم أنايا باغي يروحوا يفوتوا على جال البلاد والله على جال البلاد بور زعما باش البلاد تكون مستقرة سياسيا واقتصاديا كاين حوايج اللي هي لازم تسهلها فيرين باترونا بار اكزومبل كيرو جروب لي زانفيستيسور الجيريان لي زوبيراتور ايكونوميك الجيريان اللي راهم هنايا ملي راح يكون رئيس جديد للبلاد يعني يهتم بالجاليه لهنايا لان الان يعني الجاليه الجزائريه في امريكا الشماليه راهي تعتبر ثاني جاليه بعد فرنسا. وكران 9 كانوا قبل مرة الدين البيروات نلفوت في مقدمة الجزائر ذي ثمور ثن اسبانيول ثهقا مرة تسويلا في وكان ثفرانين تسلويث هذا الدين ذي ثوناثين يلها نسرين علوان ثم قدمت الجزائر في مدريد ثهقا ديوكيني لقني ومقارنين فوطين جزائريين يتذرن في اسبانيا وانشثان استمليليين الخدمة غيت سبدن لك ذي عقالن البيروات نلفوت أكا كان ثفرانين ذا الدين ذي ثوناثين يلهان إن جمعنا قاعيونا ذي فود مع الريو يلاقن يشودنا غير تساوي لتستيقانيين راس خدمنا وكنا دهجينا في ونفين نفازن إيه غريبا يدي مسلعين سي ثمان سنة غف وزال أنت فراني ناقيا مرتبين بلاد وخموا البلاد وديما نشوفوا لي زانفورماسيون حنا يعني الجسم راه عايش هنا والعقل راه عايش في البلاد ديما نخموا في البلاد وما دابينا الناس يجوا يبارتيسيبوا هنايا الفوت وان شاء الله اللي يكون بيان الرئيس اللي يكون بيان يديها نفوتيو هنا في اوروبا ونفوتيو على بلادنا ونتمنوا لها الخير ان شاء الله للبلاد اذغا التفاصيل ذوم ديان غيد سنا فنا مخيري لي الفوت عندي تسبقنا نيا كي حريش الفوت سقمره دوضنا البير والفوت الا مي غادي يسر توريق في الفوت ذا الاختيارين سي فما النظام التذبيل نكون الفايده غي في ذري في الدنغ في القضي شقيا ايوا كنا تسعونا ثم وسني يسدون الخدمه اكني وثا عملنا آخر اجتماع تقييمي وتنسيقي مع كل رؤساء المكاتب الانتخابية أو مكاتب التصويت للمقاطعة القنصلية لمدريد أعطينا التعليمات الأخيرة لرؤساء المكاتب فتح مكاتب التصويت في أماكن بعيدة على مدريد تقريب الناخب الجزائري من مكاتب التصويت في فراني ناقين غي غريب ان ناغذي ثمورث اسبانيا ذا تيعاذ سوازالي سلاثنية جناد خطارنا مرشح نسن أكن فغان وذي الصفة المسلي ثورة غف وحريش نت ذا مساء الجزائر سوذم أنصب في شمغار البنكة البريكس من بعد ما يقبل أسقمون البنك فجضيت نون يمو يتبع عن ثربع ثن البريكس يقن جماعا إضليا ذي كابتاون ذي فريقيا أبودا سوكا أتليا الجزائر تمور ثيس تسعة أريكش من غار البنكة يجي كان دي خباريس وغليف انتدريم ثن تمور ثنا هنكشو من الجزائر غار البنكة البريكس ذا سوريف سوزالي سوذت تفوث بلي عثذ مسان تمور تثلحو غار زداث وسيمال تتنرني وثطف أمكان ذي ثذ مسان نتمورا يفنان غافل ساس نيس نفارن نون يمو إيذو من أين أرادي فانون ذي السواق نتمورا إثدون ذو قفريذ نون يمو
نقيم ديما هذوك حريش النت ذا مسا وفرا ان الغاز لا كذا البترول نهضر انه حريش نصهد بذن تثكبانيين حريش ان نظن نص عالد تفاننت اللي هي ان يعد ثكبانيين نت مورث سفورنت اين سفورنت اين حوايج السوق الجزائر ونت زنوزوين تاع غار الفرانيا ام ديات ثكباني نصون الغاز اكزنزن نزل 300 430 بوتوثن يتعمرن تريسيتي اذكر يا سيث الدون ضع سفر جاء نتريسيتي ويجي زنزن تنعرف مورث ليبيا لو مورث نطليان سيل عظيل سيميا أراك ملن لو فقط نظن كنا زنزن عرف مورا نظن لوروبا وذك سنفارن مقرن نون يمو وذك فريد نصف عن استراتيجية الندولة وكن أولت خصانرا ومن تيسيت ذا ذي روبورتاجة جيهاد نوالي يعني ذا يصوضن الشغال من الخدمة نوال موس نسيز ديجن ومن الفحار جلان ذي ثمان كاب جنات ذي الولايان بومرداس روبورتاج نسرين علوان يوسنرنين الغلا بومان انتسي في ديوث استراتيجي سوازالي سي دم الحكومه وانشتا سي سنفار نون يقمو مقرن لا تخدم اذا الفني ني المسن اصف بومان البحر المسن كاب جناد ذي الولايه بومرداس ديون سيغاري سنفار نيغ اكس فرحنا طاس انزداغ تمايا كي نطلق المشروع الناس يعني قال راهي مبسوطه وراهم يخدموا بزاف خدامه هنايا في المشروع هذا داين يلهاني صحاب لا ريجيون كي باسكو مع الخصاصه كي بومان يلها ياسن تسعونا مان تولد ثينا كفريت خاصة طاسطاس تقريكي ليسني لا ريجيون كي مامي لي ريجيون نظن ان شاء الله سير زادت تقون في ستاشيام تيكي انت نشك بروبليم كي بومان مع البروجي هذا ان شاء الله يكون ما تكونش ازمه تاع الماء ان شاء الله سيوث تزورث تحرشين ذوهجي نيالة تويلة فائلة قان ذوين يعنان لشغال مقرن اكتلين ذي البحر ثاخباني فزيري ثني سنفار مقرن البحر ميديت خام سي جينيور الناس إيل مزيان فدنا كنيلاق أكل شغال بحريشة مزورون أثفا كان ذي لوان اكتوع جنن تسعى الشركة الجزائرية المختصة في الأشغال البحرية الكبرى إلى القيام بما عليها في هذا الشطر البحري حيث أنها سخرت كبرى المعدات الاستراتيجية للشركة من أجل القيام بعملية جرف الأوحال والتي تصل إلى عمق أقل من 15 متر تحت مستوى سطح البحر وكذا تثبيت أنابيب الخاصة لجلب المياه من بعد حوالي 1600 متر في أعالي البحار في حريشان يا مخالفا لشغالة دونك نيلا قال غاذ قوين يعني نقوذاس دور السيغابو خيال ذو سقاد نيالة تساويلة ذوكس انفراقي مقرن يتورسان غاف وزال 15 هكتارنا المزين جينيوران تخباني ثغنا وثن الصاد عيوسي قريفة ذفاكن لشغالة بحريش ويسين ذي دي تسيلين أصفي ذو عيار بمعنى بالنسبة لتقدم الأشغال أشغال الهندسة المدنية تقريبا تم الانتهاء منها يتبقى فقط وصول المعدات وهذا من أجل الانتهاء من الأشغال الميكانيكية والتي نقوم بجهودنا من أجل الانتهاء في أجل محددة سينا كينا أذونا الشغال بحريش ويس ثلاثة أين مميقارن لوسموس أنفرس ذواجين غيذ الساس بولموسجين النصفين وذي سيستخدمنا التكنولوجيا ثلاثة في ديلان ذو قمضال أين نقعيونان قسن قصن وستخدمنا الصهد ذي تاوي لثاقين محطة تواجدت على مستواها عدة معدات آخر تكنولوجيا في العالم يعني بمعايير عالمية مثلا عندنا ريكوبيراتور دي انرجي اللي هو مسترجع الطاقة هذا المسترجع هو آخر تكنولوجيا اللي سمح لنا باش نتحكمه في تحلية مياه البحر أو بالأحرى نقصه من استهلاك الطاقة إلى النصف لأنه محطات تحلية سابقا كانت تستهلك طاقة كبيرة حتى تشغل هذه المعدات المزيان الجزائري نذق المساجين وصفي بومان البحر نكاب جنات ذي الولايه بومرداس في الدنور في الناشق روذوك من الاشغال ذي الخدمه اكن سنفراكي غادي يفذون القبيش وذي تعاذي ستو عقنان اكن مزداغ نسنفن الولايات بومرداس ذي الجزائر ثمان نقط اتسفيدين سوزال 300 ألف متر كوب بومان ذقاس
هذا المسلي ثورة غفو حريش تزمر ثو ذي سبيطار أسذوان خليل عمران ذي الولاية نفقايوث صوض نعاوذ الدين سيرفيس الوطن الكونسير لكو تسا بعد مي كفان الشغال نعيوذ لكو ذرق عن السيرفيس أجيا وميرنان بويناز دل حارج إيق حواج وذين بلا شكر يسنقصن غفي موضان العثاف نروح غر سبيطارات إيفعذن روبورتاج إشكاثي تفقايوث عزوز هواري وقرن 25 يموضان يتداوين دي الزقايقين يتسخصن دي ذاوي عن وطن الكونسير دي سفيطار استوان نفقايث بعد مكفان دي قس الشغل نسيوسا درقع الله الحمد لله لاباس مليح مليح ملي درت بديت درت لا بريمير سيونس لقيت روحي نوقلك لاصوات نلاكسد على البحر انا انت القبضه عاونا نشفو هذا مكان لي دو سيرفيس من السيرولوجي واحد الانكولوجي يعني كي فرانشمون جو لور تي شابو كو سوا لي زانفيرمي لي ميدسان تو بيرسونيل يعني الله يبارك ما شاء الله يا لا بريز ان شارج دي باسيون اتان دو كانسير نتمو هكا كا بو بري 25 شيميو بار جور هاد لاكتيفيتي لا ايتي انيسيي دوبي 2015 مسيو الوالي اي نوزا فريمون دوني ان كو دو بوس pour pouvoir donc avoir plus d'espace et commencer les thérapies à notre niveau surtout innovant. ولات زقيت سخصن ديك ذاوي الوطن اللي شدن غير ثسان دو جردان مقران ثلدي في بوراس 12 سراير ذاين راه يسمحن يوفدي كني وثا غير ثمان هي موضان وقبل ننسى حاشا المصلحة هي عند نخدم لا فيبروسكوبي واحد لا كولوسكوبي دوك الحمد لله اون ا بو اكيرير لو سيرفيس هي يصالحنا لا بوبولاسيون نا ان شاء الله لو سي اتش يي سي ان اونسيان سي اتش اون اتوندون لا رياليزاسيون دو نوفو سي اتش كي تنسكري qui est inscrit au niveau de la ville de Bjaïa. C'est un deuxième projet Iglen-Amizur, le CAC de Amizur. Alhamdoulilah, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, on a lancé pour l'acquisition les équipements, mais en attendant, on a l'île de service au niveau de cet hôpital. Dans les régions où nous avons fait le concert de l'Amizur, لدينا سين سرف سجي تخصن ذين سخفن العثاب غفي مضان وذا سنرنيا يوحرش نتزمرث قف جايث و ذي روبورتاجات نون يمو ذو قواميس ناغاساقيا كنا ويغار ثما نوزفون ذي الولايان تيزي وزو أني ذا صوضن الجاز التمذين تنيغن جو جلاف توشولين ذي ثدرث وقرو ويقيا ذي فاك فلسن الحيف نتقرعثين الجاز الغاذي ثليث نشتوى وثدرث نقرو ثسفي ذيد سيسن فارون نيضان نون يمو أكا أرد نواليا ذي روبورتاجاقين لخضر كعوالي إني كان زوج آلاف نتواشولين إلي سفايدين سلكازن تمدينت من بعد ميكلا إضلي وصنفاراكي ذا سوثر أساغي مزداغ نتغيوان تقرو تواشو الدنيا خامنا نسن صصه داكي لاكومي لاكو قارو السفري غاش حاليا كيا سقع بيك صغارا سبيبي تقرعثين أنشكر الدولة كينا غيك خدمن إكبذر المجهودات أطاس أطاس باش كنيا صوت داكو الكازا كيا أرثو ذرينا كينا لو كنا نوالي هذا شوي لاني كسبوا سني عدانا دنيا 3 سنين ما 50 ارثفير امثل لا كومين نغاد وساكيني تولي يعني تصل الحوايج بدلن سلقدي شاكين تغيوان تنقرو على حساب انه شدو سلكاز انت مدينه كوكا الولايه تيزي وزو يعدى 98 ذي المية نسبة التغطية ل 66 على 67 بلدية هو 98.5% شبكة التوزيع راهي منتهية ل 2186 مسكن وطول شبكة النقل هذه راهي فيها 11 كيلومتر وإن شاء الله كي ننتهوا نديروا حيز الخدمة لهذا لبلدية أي تشافع ونوصلوا بذلك إلى 100%. الدقس ني سنفر انه نكمود صحن اثغيوانت نوقر غمديان الكازن تمدين تتريسيتي فردان دي سنفرن الفايده قل مزيان دي سنفرن غافي ثبت الدوله وكنا دلهو سونا عن تودرثني مزداق لدغا دي ثمناظين يطرفن Actuellement, alhamdoulilah, avec les autorités locales et les autorités de la wilaya, nous avons un stade communal qui est en train de se réaliser.
سي ديجا ان تري غران با بور نوتر جونيس. الوفاء كان من خلال الاحتفاليه اللي خصصناها للعائله الثوريه، وهذا واجب علينا، شهاده عرفان، وكذلك تخلينا دائما متقربين من هذه الفئه اللي ضحت بالشيء اللي عندها واللي كان عندها به اليوم نتنعموا كل كما رانا بالجزائر. كاستمراريه هي مواصله الجهد هذا اللي انتاجته السلطات العليا للبلاد، وهي خدمه المواطن والتاكيد على خدمه المواطن. او نادو سهل انتو درتي مزدغي تيديرن دي ثمناضين يتوعزلن ذاين اميث في كان الدوله نغزل مقرن سواطاس نيسنفرن اديو غلن سلفيدا. اكسلن الفراني وذي زمام الصحراء ومالو في ذوكلا ان تونات يتعسان غف الغلاف ني صحراويين تهقد نفقند الغيضي نس سقوين يخدم من كشام امروكي ذي سواحل الصحراء ومالو اميا انان ايقيا ذي ناردي قلونس المضارة مقرن اثونات رنورس تسكرضا وضح واسن الغلاف الان ذوكال الصحراوي هتسمحتيغ بليا نثنيا ذي رافول نسن عوذن مسلاين دا غف الفافورنيا ان الماروك يقبلون ذو سنقيا اعدان غار المرسان تمذينة الدخلة ذي غزة ثلاثة ان فلسطينيين يقموا ثانوي اظنظن تواجر حنص رصاص نوذين ذي ثما نطوبة قيضون الجبلية ذي ثما وفلا ان غزة وذي ثمان تفاح ذغنيا يغلي يون الشهيد وتوجر حن وطاس انويا ضسوكا لحسب ان شهداء يبوض غار 65 ذي جيوث ناس جيغ اللي كان المية ذسا ذي لواني ذي تسوع ثبوض غار المحل السبع ان وطن ورنزقيل امذان ذي غزة تفصيل ذي ثوريق ثقين وسام ابو زيد ازدنسل صوت ليلى سيطي. إذا كلت ثم زوارو ثم بعد ميفذان تعديات ثنو إذيان أرثمان غزة ومن بعد المجهودات ذي سوري ثن مقرن خدمان ثمران في غلالين فذان دوسان بشراف ميال وطان بكراب براشي مشطاث إثتسين أن غزة ذي الحملان ذي إتسفين دين نيك 650 ألف براشي مشطاث ذي الثميوين انتما وفان ذون زول وانشتاغ يساد من بعد ميد فذان لهلكة ثقيا ذي قورن إعدان ذي ثمان دير البلاح إثلماس غزة ذي نيكزمرن أذين فوفاذيار والرش. في ظل انتشار الأمراض وتكدس عدد النازحين وانتشار المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي في الشوارع، هذا بشكل خطر كبير على أطفالنا. اليوم جيت وأعطيته الجرعة الأولى، وبعد 4 أسابيع إن شاء الله في جرعة ثانية، وهيك إن شاء الله بكون أخذ الجرعة كاملة اللي ممكن تقي من أي أمراض لا سمح الله ممكن تصيبه. بس كنت خايفة من طبعا مرض شلل الأطفال هذا اللي انتشر جديد، كنت خايفة منه وكنت متوترة، وكان الوضع صعب لأن عندي كمان 3 أخوات الصغار، وكنت خايفة عليهم من الصرف الصحي اللي كان حوالينا، وخايفة على يعني على صحتهم كتير. أشرفان يفذاهم بعد فرح سوذو منصف صغر وغليف متزمارث فلسطين سلمعونا الوكلة غاوث ذو أنروا أنه غرس دسا لونسف ذو لو أمس أن داي دهجاني الموسن بالدماء ذي ثما نقفان ذو نزول انتفتسين غزة من بعد ميد سرسن ثالث تلويث ذي ثمويين ذي لاني إمرولني فلسطينيين وكان أفشار ذني قوذر سن إمشطاح. التي نخشاها هي الصعوبات الميدانية على الأرض في التنقل و سهولة الوصول إلى الأماكن، وطبعا التخوفات الأمنية التي قد تعيق تحركات بعض الفرق في المناطق المصنفة غير إنسانية. إزداد التعديات خدم العسكر وذين غفو ذو فلسطينيين قفذان 7 أكتوبر عدان 30 ديلان ذي السبع ونفوفذ الدقس الهلكات ذو وطنان تنتظن هير ورشي مشطاح ذي مقرانا ذاين سنانان الحج الدواوين إلى قنم هي الوطن ناقيا أكن تراجون النيك 25 ألف نيموضان ذي مشراح وكان أذلين إفرذان مثوال نصفي طراث فران غزة. أنا ماليش علاج في غزة، نفسي أسافر أتعالج برا غزة، وأنا علينا حصار والمعابر مصار الولاية النفقايث. ذا شو كان فيك التاقية تيمريث اللي كنت تكسى نلخيق يون سيجار الشذوذ يشفحن ماشي ذكرا وغور دون ثوشولين وقي ذا الشذوذ اللي زقان ذي ثما نملبو أني ذا مازال وذا كي تفرسن دور تاقية ثنقاروث نوسان نوستعفو عزوز هواري ملالي يرسن ويبوياغي دارو بورتاجكي. غا
غير يلي تفتي ستملبون يدر ذات وشول تاقيا دي وسانسي الولاية نتبسة يوسعدين تالي تنونفذو ذو مراحة تفتي ستخفرون العوم ذو استعفو كاين كلشي مليح ما لا سيكوريتي لاكاي استقبال العائلات يعني بوزي ما لقينا حتى مشكل بالعكس هذه تشجعنا بلي ممكن العام الجاي ان شاء الله نعاودوا التحويصه تاعنا هنا جميع الظروف يعني موالمه من الاكل من البحر من الاستياف الحمد لله اللي سمعناه لقيناه خاصه السيكوريتي معامله الملاحه المناظر الطبيعيه الخلابه اميال ثالث نتمريث تفتيست ملبون دي زغان دي ثمان وسمار نفقايث قصدا سيدة تاسي مرايان لبعدا يالا التاولات وستعفو توهجان لي فامي الحمد لله راه مرتاحين زورو في الراحة كل متحية باركينج ما شاء الله ثاني تنظيم ما كانش ثاني هذيك عبسة تاع يكريو لي باراسول بالذراع ولا الحمد لله عز الباراسول تاعك حطو وين ما تحب جينا لابلاج هذي الله يبارك يعني جينا انسان الناس تاعهم محترمين الله يبارك الاستقبال مليح وصميز بيان ذو الرشاق يا جبال بحر لا سيكوريتي كل شانتيك ونايسي مكاك النعنى على نخدم الحاجة بروبر هذه اللي كل شالة ديسبوزيسيون دي كليون ذي مريان سي الثمان يدرزون غار ثفتيست ملبو نغلي فالاز ثفتيست يتوسنن سشفحاز ذي النسمة إلهان لبعدا تيني وبين الرزم زوارون تزدق ذي شفحا ذيك سيقاسي عدا تقران وميسنة مديثة جيثا المرتمي تقيمة ميذنا جاكم ديجنا الخير أرتم ديوث